أزيد من 200 ألف شابا وشابة من الراغبين في الولوج لسوق العمل يلتحقون اليوم بالمؤسسات التكوينية على المستوى الوطني لدورة فبراير 2022 في تخصصات جديدة مواكبة لسوق الشغل. قريت ديجا كوميرس، وفي حياتي خدمت كوميرس، خدمت في دي ماغازان، خدمت في دي ريستو، خدمت ان بو بارتو. كي خدمت عندي لو سونس دو كومونيكاسيون مع الناس. خديت كي جيت كنت رايحه نماركي لي ديزاسورونس، كي لحقت لي شوا لقيت بلي تسيير الموارد البشريه كيفاش نتعامل مع الناس كيفاش، وانا كم عندي اكسبيريونس قلت ندخل علاش لا. كي دخلت لقيت روحي بلي سي سو كو جو فو فريمون. خير التخصص هذا تاع وكالة السياحه والاسفار، ديجا انا قارين لهنا 12 موا لا دوري تاع الستاج فيها 3 موا، عامين ونص قرايه ونص عام براتيك في لاجونس. القطاع وككل موسم تكويني أدرج خلال هذه الدورة 19 تخصصاً على مستوى ولاية الجزائر لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتربصين. فضلاً على 27 ألف المستمرين هناك 12,800 اللي تلاحقوا. دونك المجموع المجموع هو 40 ألف، ما يقارب 40 ألف متربص الذين التحقوا بمؤسسة تكوينية. التخصصات الجديدة عندنا تخصص فن الطبخ تقني سامي، هي من أول الدفعات على مستوى ولاية الجزائر في هذا الاختصاص، وعندنا كذلك تخرج فوج من مرشدي السياحة المحلية. التكوين المهني فرصة تفتح أفاقا للشباب على عالم الشغل والمقابلاتية، كما يعول عليه في مجال توسيع مجالات المناولة في مختلف القطاعات للنهوض بالاقتصاد الوطني.